من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد رامي، لك أن تطلعنا على مزيد من التفاصيل حول هذه العملية التي تعتبر هي ليست الأولى من الجانب الإسرائيلي بحق الميليشيات الإيرانية في سوريا. نعم، صباح الخير. نبدأ من الدفاع الجوي حقيقة الأمر. يعني حصلنا اليوم على وثيقة صدية تظهر بأن هناك نقص في يعني إمدادات وقطع تبديل سلاح الدفاع الجوي، ونقص في صواريخ الدفاع الجوي، ورسالة تخاطب القيادة قيادة النظام بأن روسيا خزلت بوعودها ويطالبونهم بالحصول على عقود من إيران وكوريا الشمالية. لذلك دفاعات جوية كانت فاشلة بإسقاط الصواريخ الإسرائيلية. نعود إلى الصواريخ الإسرائيلية واستهدافاتها. استهداف مستودع تابع لحزب الله في مزرعة ما بين السيدة زينب والمحدلية، واستهداف مباني قيد الإنشاء في أطراف السيدة زينب. نشرنا صور قبل قليل، أحد المباني دمر بشكل جزئي، ومستودع أو قبو أحد المباني الأخرى بجواره أيضا جرى تدميره بالصواريخ الإسرائيلية. وللمفارقة بأن هذه المباني هي تقع في منطقة سكنية عائدة للإيرانيين وميليشيات إيران، أي أن عوائل ميليشيات إيران يقومون بتسكينهم في تلك المنطقة. حتى هم لا يأبهوا لعوائل ميليشياتهم عندما يضعون السلاح والذخيرة ومعدات التصنيع في مناطق سكنية. المستودع في المزارع دمر، عن بكرة أبي دمر بشكل كامل. المباني التي هي في الاستهداف الثاني كانت دمرت بشكل جزئي، وقبو المبنى أيضا جرى تدميره، أي أن الصواريخ الإسرائيلية وصلت إلى أهدافها ودمرت أهدافها دون أن تتمكن صواريخ الدفاع الجوي التابع للنظام من اعتراضها أو تدميرها. عندما نتحدث عن منطقة السيدة زينب والمنطقة المجاورة لها، هل هذه مناطق سكنية؟ هل يتواجد بها مدنيين؟ لأن هذا سيؤدي إلى انعكاسات أخرى كاستخدام هذه الميليشيا لمواقع مدنية لتخزين السلاح، فبالتالي هي تعرضهم للخطر. هي قلت لك أنه بأحد الصور هناك مباني سكنية، مباني سكنية بنتها إيران من أجل تسكين يعني عوائل مقاتليها وقضية عملية التغيير الديمغرافي. هم لا يأبهون للمدنيين، هم سابقا لم يأبهوا للمدنيين السوريين المعارضين لهم، واليوم لا يأبهوا للمدنيين الموالين لهم. منطقة السيدة زينب، وأنا في 11 من الشهر الجاري قلت على الحدث أن حزب الله يقوم بنقل سلاحه في منطقة السيدة زينب وجنوب العاصمة إلى مستودعات قد تكون حقيقية أو تكون وهمية لإخفائها في مستودعات أخرى، وإذا بها إسرائيل تعلم هذه المستودعات وتدمرها دون أن يقول النظام ماذا دمرت إسرائيل في القصف 32 للأراضي السورية. دعينا نقول بأن النظام لا علاقة له بما يجري في منطقة السيدة زينب. نشرنا قبل أيام عشرات الصور من تلك المنطقة. حزب الله هو المسيطر بشكل كامل على هذه البقعة من الجغرافيا السورية، ليس السيدة زينب فقط بل المناطق الواقعة جنوب غرب دمشق هي تحت سيطرة حزب الله، وإيران اشترت الكثير من المزارع من أجل تحويلها إلى مستودعات للسلاح في حربها مع إسرائيل على التراب السوري. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.